صوت العرب من القاهرة. نقوش على جدار الوطن. نقوش على جدار الوطن مع دكتورة منال العارف. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة التي يسعدنا خلالها أن نتواصل مع مبدع عربي يوصف دائما بأنه صاحب ضمير إنساني حي قاده هذا الضمير في معظم أعماله التي قدمها للعالم أجمع، في دراساته وفي كتاباته الصحفية، كما ركز كذلك على الإنسان والإنسانية أكثر وأكثر في إبداعاته الفنية من أفلام وبرامج. يسعدنا الليلة أن نتواصل عبر خدمة الواتساب مع المخرج والمنتج العراقي المقيم في كندا الدكتور صائب غازي. دكتور صائب، أولا أهلا وسهلا بحضرتك، ضيف عزيز دائما على موجات صوت العرب، وثانيا أهلا بك وبنقوشك وبصماتك وإبداعاتك التي تملأ سماء الوطن العربي كما تملأ سماء العالم. أهلا وسهلا دكتورة منال، يسعدني جدا أن أكون ضيفكم وأتشرف بحضرتك وفي إذاعتكم. شكرا لحضرتك دكتور صائب، واسمح لي أن أنقل للمتابعين الكرام أنك صاحب شعار دائم هو السلام والإخاء والشراكة، ولكن المستعرض للسيرة الذاتية الخاصة بحضرتك يجد أن هناك كلمة سر، هذه الكلمة تختبئ وراء يعني ما تلتقطه الكاميرا الخاصة بحضرتك، وهي كلمة الصراع. ففي رسالة الدكتوراه التي تقدمت بها حضرتك إلى جامعة بغداد، كانت الرسالة بعنوان صراع الحضارات في الخطاب السينمائي، وأيضا في كثير من أعمال حضرتك التي قدمتها في الأفلام الوثائقية، منها فيلم قرارات حمقاء، ومنها أيضا فيلم أكاديمية برشلونة الذي كان عن هذه الأكاديمية التي تعمل في مجال كرة القدم، وكرة القدم أيضا فيها صراع. لماذا اخترت هذه الكلمة، كلمة الصراع، حتى تكون قاسم مشترك في أعمال الدكتور صائب غازي؟ يا سيدتي، الصراع هو الطريق إلى السلام، بدون صراع لا يوجد سلام، هذه أولا. ثانيا، لا يوجد عمل درامي وفني قائم بدون صراع. الصراع هو وحدة من وحدات، بل العنصر الأساسي في بناء الأحداث الدرامية والفنية والوثائقية. الصراع يقود إلى الذروة، إلى الحلول، إلى النتيجة، لذلك أقول لك هو الصراع يقود إلى السلام. بدون وجود صراع لا توجد قصة، لا توجد أحداث. البناء الدرامي والحبكة تقوم على أساس وجود صراع، ثم فيما بعد توضع الحلول وتوضع وتوجد الذروة التي تؤدي إلى حل أو عدة حلول أيضا. والعالم مليء بالصراع. في فيلم قرارات حمقاء، الفيلم الوثائقي الذي يجمع بين الدراما والوثائقية والإخبارية، قائم على أساس الصراع وهو الحروب. أنا اخترت الحروب التي خاضتها البشرية على مدى 5000 سنة، يعني مأساة. الأرقام التي عرضناها في الفيلم كلها مآسي. الصراع جزء مهم جدا من الحياة، عنصر أساسي للحياة وعنصر أساسي للبناء الفني والدرامي.
وعلى ذكر كلمة الأرقام، دائما الدكتور صائب غازي يقول حينما يتحول البشر إلى أرقام فهذا شيء مخيف. وهذه الفكرة حضرتك ناقشتها في فيلم قرارات حمقاء الذي فاز بجائزة خاصة من لجنة تحكيم مهرجان سوس السينمائي للأفلام القصيرة في المغرب في دورته 14 التي كانت في عام 2022. ما هي الرسالة بالفعل دكتور صائب التي تحاول أن توصلها للشعوب وللحكومات من خلال مثل هذه الأفلام وبالتحديد هذا الفيلم الذي توج بهذه الجائزة الخاصة؟ الرسالة مثل ما أشرت حضرتك في بداية الحوار هي رسالة إنسانية، رسالة سلام. فيلم قرارات حمقاء ختمت الفيلم برسم حمامة السلام. الشخصية الرئيسية بالفيلم يبدأ منذ اللحظة الأولى، منذ المشهد الأول، يقوم بعملية رسم نكشف عنها فيما بعد للمشاهد تدريجيا حتى تتضح في نهاية الفيلم هي رسالة حمامة السلام. الفيلم يحمل رسالة مهمة جدا، وهي إدانة لكل الحروب التي اتخذها قادة بقرارات فردية، قرارات فردية أدت إلى إبادة بشرية. ملايين، الحرب العالمية الثانية، ملايين البشر، الحرب العراقية الإيرانية، الحرب العالمية الأولى، حروب كمبوديا، الكثير من الحروب التي مررنا عليها، حتى هنالك حرب، تخيلي هنالك حرب مضحكة يعني في استراليا، حرب مع الطيور، طيور الإيمو. هذه طيور الإيمو كانت تقتل المزروعات، وهي هي طيور أشبه بالنعامة، طيور ضخمة تم إبادتها بحرب. نزل الجيش، قصدي أنه وفيما بعد فشلوا وانسحب الجيش. الفكرة التي نحاول والرسالة التي نحاول أن نوصلها من خلال الفيلم أنه لا تسلموا القرارات بيد الحمقى، لأنهم يتسببون بإبادة بشرية. الفيلم في مضمونه، في صورته، في بنائه، هو يشكل إدانة لكل الحروب التي تسببت بإبادة البشرية. ويبدو بالفعل الدكتور صائب غازي المنتج والمخرج العراقي المقيم في كندا أنك صاحب رسالة، وصاحب رسالة إنسانية مهمة، بدليل أنك إذا كنت قد تحدثت في فيلم قرارات حمقاء عن حروب الإبادة، هناك أيضا فيلم وثائقي مهم حضرتك عنونته بالأرمن في كندا، وتحدثت في هذا الفيلم أو قدمت في هذا الفيلم هذه الرحلة التي كانت من عام 1914 إلى عام 1918 للأرمن بعد حروب إبادة. لمن لم يشاهد الفيلم أو يعني يقترب منه، ما هي الرسالة أيضا التي حاولت أن تقدمها عن الأرمن؟ الأرمن في كندا هي قصة إنسانية مهمة جدا الحقيقة، يعني أثارت جانب إنساني وعاطفي كبير. هذه القصة هي ضمن سلسلة من القصص احنا انتجناها لصالح قناة عربية. هذه القصص كانت تعدها وتكتبها الزميلة الصحفية رفاه السعد، مقيمة في كندا أيضا، وكنا نعمل عليها مع بعض. انتجت واخرجت هذا العمل، وجدنا اكتشفنا اشياء كثيرة مهمة، منها أنه إحنا عملنا مقابلات مع أحفاد الأرمن الذين لجأوا إلى كندا قبل تقريبا 100 عام. هذه الإبادة التي تعرضوا لها في أرمينيا بالذات يعني، وتم تشتيتهم ووصلوا إلى سوريا ووصلوا إلى لبنان ووصلوا إلى العراق ووصلوا إلى مدن عديدة أيام العثمانيين كانت المطاردة، حسب القصة والروايات اللي مشهورة والشائعة يعني، وأيضا اللي هم رووها. نحن لم نروي بقدر ما هم الأحفاد رووا هذه القصص عن أجدادهم وكيف أنهم تعرضوا إلى الإبادة والمطاردة والمأساة كبيرة كانت. فجابوا في وقتها هم 100 طفل، كندا استقطبت 100 طفل. حتى هؤلاء الأطفال من جابوهم لكندا كان في هنالك خلاف عليهم وعلى وجودهم، إنه هؤلاء من آسيا وما إلى ذلك. كان في ذلك الوقت قبل 100 سنة الأمور ليست بهذا الشكل يعني في كندا وفي الغرب في التعامل مع الجانب الإنساني مع هذه الفئات من البشر. فاستطعنا أن نصل إلى أحفادهم، وهم أحفادهم الآن كبار أيضا يعني، وأجرينا معهم مقابلات وحكونا عن مأساة أهاليهم. يا سيدتي، نكتشف دائما أن الأقليات في العالم يتعرضون إلى
تعنيف، إلى إبادة، إلى اضطهاد، يحتاجون إلى من يرعاهم دائما، إلى أن من يوصل قضيتهم. فإحنا كنا يعني جزء من إيصال هذه المهمة. فيما بعد أنتجنا آخر فيلم كان عرض السكان الأصليين في كندا، أيضا اكتشفنا كثير من المآسي وصدمنا حقيقة يعني فيها. السكان الأصليين في كندا يعني تعرضوا أيضا إلى عمليات لا إنسانية وعمليات إبادة، والحكومة الكندية لا تزال إلى اليوم تقدم لهم المساعدات وتعتذر عما تعرضوا له سابقا. عرض البرنامج أيضا أو السلسلة الوثائقية، الفيلم الوثائقي بالذات عن السكان الأصليين في شهر جنيوري هذا العام 2023. وهذا هو جزء أيضا من رسالتي، أينما ستكون هنالك قصة إنسانية سوف أبحث عنها وأتحرك عليها وأسجل عنها وأوثقها. والآن هنالك قصة أيضا عن سيدة، قصة إنسانية فتحت بيتها تنام على الصوفة على الكنبة 12 سنة وفاتحة بيتها لكل المحتاجين والهومليس والفقراء واللاجئين ومن لا يملك الطعام. قصة أعمل عليها الآن، لازلت أعمل عليها الآن، تم التصوير لكن لم أدخل عمليات المونتاج بعد. وإن شاء الله تتم هذه القصة الإنسانية ونستمتع بكل ما تقدمه لنا حضرتك من إبداعاتك. المنتج والمخرج العراقي المقيم في كندا الدكتور صائب غازي، الذي لم نخطئ حينما وصفناه في بداية هذا الحوار بأنه صاحب ضمير حي ودائما الإنسان والإنسانية هم الهم الأول له. اسمح لي يعني إذا كنت حضرتك أنتجت هذه الأفلام عن القرارات الخاصة بالحروب في كل دول العالم وعن الأرمن وعن غيرها أيضا من الموضوعات، سأعود إلى العراق، بلد الثقافة والمثقفين، بلد الشعر والشعراء وبلد الفن أيضا. حضرتك في بداياتك حينما عملت في التلفزيون العراقي قدمت أيضا هذا الفيلم المعنون بالعراق التاريخ والمستقبل. إذا عاد الزمن مرة ثانية بالدكتور صائب غازي، ما هي أبرز الزوايا التي سيركز عليها في العراق لو قدم العراق التاريخ والمستقبل ونحن في عام 2023؟ أكيد الرؤية والمعالجة وطريقة العرض ستختلف، لأن هذا الفيلم قدمناه العراق التاريخ والمستقبل عام 1998، كان زمن نصف ساعة تلفزيونية. هذا الفيلم الوثائقي طبعا في ذلك الزمن عام 1998 كان العراق كله يعني تحت أيديولوجية معينة، يعني كنا احنا حتى كنا نعمل في الفن والإعلام تحت أيديولوجية معينة تفرضها علينا السلطة آنذاك. الآن أكيد لو قدمت راح أقدمه بطريقة مختلفة، لن أتناول فقط الطريقة المثالية، أنا قدمتها بطريقة مثالية، الطريقة الوطنية اللي تفرضها عليك الظروف والمحيط والرقيب في التلفزيون. الآن مع الحرية اللي موجودة المطلقة والتي مفرطة أيضا، وللأسف أن تكون الحرية مفرطة، لأنه أحيانا الحرية المفرطة تأتي بخراب، لكنه على الأقل الآن أستطيع أن أقدم الفيلم بطريقة مختلفة. لن أتناول فقط الجوانب الإيجابية والمثالية، سأتناول جوانب سلبية كثيرة. أهم هذه الجوانب هي أنه الإنسان نفسه ليس مثالي، ليس مثالي أبدا، لا يوجد إنسان مثالي. الإنسان في داخله هو مجموعة صراعات، هذه الصراعات أحيانا تنعكس على المجتمع نفسه، والمجتمع فيما بعد يكون قرارات، يكون أفكار، يكون أيديولوجيات قد تكون سلبية. الإنسان العراقي كأي إنسان وكأي فرد وكأي مجتمع في العالم فيه الجانب الإيجابي وفيه الجانب السلبي. العراق التاريخ والمستقبل ليس مثاليا فقط، وإنما هنالك جانب سلبي. نعم سأؤكد على الجانب الحضاري، الجانب المدني، الجانب الإنساني، ولكن في المقابل سأعرض الجانب السلبي. هذا اللي كنت أتمنى لو أعيد صياغة الفيلم سوف أشير إليها حتما. طبعا هذا لا يعني أني يعني غير سعيد بإنتاج الفيلم، لكني كما أشرت أن لم أشر إلى الجوانب السلبية، لم أتعرض إلى سلبيات الفرد، سلبيات المجتمع، سلبيات حتى
العنف الذي كان موجود على مر الزمن اللي تعرض له العراقيون والمجتمع العراقي، واللي إلى اليوم هو ساري وأصبح جزء من أحيانا من شخصية المجتمع للأسف، أو بعض المجتمعات اللي موجودة في العراق. هذا ما كنا نقدر نعرضه، لازم نعرض حالة مثالية. الآن أستطيع أن أعرض الحالة غير المثالية أو الحالة السلبية، مع الحفاظ طبعا أكيد على أهمية التاريخ العراقي والحضارة العراقية. وإذا كانت كلمات حضرتك الأخيرة حول التاريخ والحضارة العراقية، دائما ما نطلب من الضيف الكريم أن يرشح لنا إحدى الأغنيات الوطنية. ما هي الأغنية الوطنية التي ستختارها لنا حضرتك حتى نستمع إلى جزء منها ونعود ونستكمل الحوار؟ أكيد يعني موطني، أغنية موطني هو السلام الوطني، لكن أنا أعشق هذه الأغنية بنفس الوقت يعني. فلنستمع إليها ونعود ونستكمل الحوار. عدنا متابعينا الكرام مرة ثانية مع حضراتكم ومع ضيفنا الكريم والكبير أيضا، المنتج والمخرج العراقي المقيم في كندا الدكتور صائب غازي، وذلك في القسم الثاني من سهرة نقوش على جدار الوطن. ونتواصل مع ضيفنا الكريم عبر خدمة الواتساب ونجدد له التحية. دكتور صائب، مرة ثانية أهلا بحضرتك على موجات صوت العرب، وأهلا بنقوشك وبصماتك وإبداعاتك الإنسانية بلا حدود. اسمح لي أن أنتقل إلى نقش آخر من نقوش حضرتك على جدار الوطن، وهو أنك حاصل على شهادة عليا في إعلام السوشيال ميديا من كلية إدارة الأعمال في كندا. كيف تقيم تعامل الشباب العربي مع السوشيال ميديا، وهل استطاعوا أن يستفيدوا من هذه السوشيال ميديا في كثير من المجالات الفنية التي هي تخصص حضرتك، أم أنهم يعني ركزوا على جزئيات معينة ليس فيها إفادة لهم من وجهة نظر حضرتك؟ لو قلت أن الشباب والجيل الحالي لم يستفد من السوشيال ميديا أكون قد ظلمتهم كثيرا، ولو قلت أنهم استفادوا جدا منها أكون قد ظلمنا أنفسنا وظلمنا المجتمع أيضا. السوشيال ميديا بقدر ما هو فيه سلبيات لكنه إيجابياته كثيرة جدا. الآن أصبح الفرد لا يتخلى ولا يستطيع أن يبتعد قليلا عن هاتفه النقال. أصبح التلفزيون وسيلة تواصل قديمة، لن تجد الآن شخص يجلس أمام شاشات التلفزيون لفترات طويلة أبدا، يجلس أمام الهاتف النقال لفترات طويلة لساعات طويلة. إذن السوشيال ميديا
هي الوسيلة المهمة الآن، بل الأهم، لإيصال المعلومة للمتلقي. غير إيصال المعلومة أيضا هي وسيلة ترفيه، غير وسيلة ترفيه هي وسيلة درامية أو وسيلة فنية. السوشيال ميديا والديجيتال ميديا، أنا درست الماركتينج عن ديجيتال ميديا في كندا، اكتشفت أشياء مهمة جدا. يعني أنا معي بي اتش دي، ما أخذ الدكتوراه في السينما، لكن من درست هذا التخصص وجدت أنه ما ممكن أني أبقى أدرس فقط نظريات السينما القديمة. حتى السينما تغيرت، حتى الفيلم السينمائي ممكن الناس تشاهده على الهاتف. ليش؟ لأنه الحياة اختلفت، المشاهد ذكي جدا الآن، أكثر من الذكاء الاعتيادي، فلم يعد يقتنع بكل ما كنا نقدمه إحنا مثلا في التلفزيون وفي السينما وفي الراديو. لذلك تقدم له المادة من خلال ثواني معدودة، هو يريدها خلال ثواني معدودة وتكون مؤثرة. بعيدا عن موضوع الأشخاص أو المجتمع، البزنس الآن لا يتخلى عن موضوع الماركتينج. الماركتينج في السوشيال ميديا، في وسائل التواصل الاجتماعي، الانستغرام، التيك توك، التويتر، اليوتيوب. وبالمناسبة أنا عندي يوتيوب شانل، هذه القناة البعض يلومني عليها. ليش؟ لأنها ليست بهذا الإيقاع السريع. أنا ما زلت يمكن عقليتي شوي تعمل بالرذم البطيء، الإيقاع البطيء. هو ليس البطيء، وإنما اللي أشعر أنه يجب أن تقدم المادة بهذا الشكل. فممكن أنا ما أقدم المادة في خلال ثواني، أقدمها ممكن بدقائق، أقدمها بربع ساعة حسب المادة نفسها. واحدة من الفقرات اللي أقدمها أو المواد اللي أقدمها على قناتي اليوتيوب شانل هي برنامج أنا أقدمه بنفسي، أنا أصوره وأنا أخرجه وأنا أمنتجه وأنا أقدمه أيضا، يعني one man show، اسمه الآخر. الآخر قضية أيضا، يعني قضية وهاجس يؤرقني في داخلي، وهو كيفية التعامل مع الآخر، كيفية قبول الآخر. هذا عودا على بدء، عودا إلى موضوع الصراع، أنه المشكلة ليست في وجود الآخر، ليس في الاختلاف، المشكلة دائما بالإقصاء، المشكلة بعدم قبول الآخر، الذي يقود فيما بعد ليس إلى صراعات فقط وإنما إلى كوارث. كيف نتعلم نقبل بالآخر؟ على الأقل الأجيال القادمة نطلب منهم أن يقبلوا الآخر كما هو دون إقصائه. وعلى ذكر الحديث عن الآخر وكيف يتعامل الشباب مع الآخر، وهذه الرسائل التي تقدمها حضرتك لكل المتابعين وبخاصة الشباب حتى يتعاملوا مع الآخر، حضرتك أيضا درست في معهد الفنون الجميلة في بغداد ما بين أعوام 1993 إلى 1994، وكذلك درست في بعض الجامعات العربية منها جامعة قطر في عام 2010 إلى عام 2013. اسمح لي الدكتور صائب غازي، كيف كانت الحضارة العراقية حاضرة في هذه المحاضرات واللقاءات الطلابية وأنت تدرس التخصص الدقيق لحضرتك السينما، وبخاصة بعد هذا التاريخ الإعلامي الذي قدمت فيه حضرتك برنامج موعد مع السينما العراقية، وهو عبارة عن سلسلة موسوعية عن السينما العراقية، كيف كانت العراق بفنها وبالسينما الخاصة بها حاضرة في هذه المحاضرات سواء في جامعة قطر وغيرها من الجامعات أو في معهد الفنون الجميلة في بغداد؟ في معهد الفنون الجميلة وفي جامعة قطر قسم الإعلام في كلية الآداب، أنا كنت دائما أول محاضرة أبدأها بسؤال، وهو هذا السؤال: ما هي الصورة؟ ماذا تعني لكم الصورة؟ يا سيدتي، إحنا لو بقينا نسمع عن قصة لسنوات طويلة لن نشعر بها كما نراها بصورة، بلقطة واحدة. الصورة هي الرسم الذي يرسخ في ذهن المتلقي، وخاصة آخر صورة وآخر لقطة في أي فيلم. مثلا أنا تكلمت عن الصورة بشكل عام، ممكن تكون صورة فوتوغرافية، لكن في الفيلم آخر لقطة دائما ترسخ في ذهن المشاهد وذهن المتلقي. الآن لو تكلمت أنا عن الحضارة العراقية 10 سنوات، لن ينتبه إليها الناس بدون أن نعرض لهم صورة،
لأنها الصورة هي الرسالة التي تدخل قلب وعقل المتلقي. طبعا إذا كانت الصورة مصنوعة بشكل جيد. لم أدرس فقط حضارة العراق، لم تكن حضارة العراق حاضرة في المحاضرات بقدر ما كانت الحضارة الإنسانية بشكل عام، الرسالة الإنسانية. كان الطلاب أحيانا لما طبعا حتى احنا لما كنا طلبة، الطالب دائما يتحمس ويفكر ويحب أكثر أفلام الأكشن وأفلام الحركة وما إلى ذلك. دائما أسألهم هذا السؤال، هذا الفيلم ماذا أضاف لإنسانيتك؟ لو أضاف شيء فهو يكون قد حقق الهدف، أما إذا لم يضف غير التسلية فلم يحقق الهدف. ممكن نتقبله كمادة صورية، مادة تسلية فقط، لكنه الفيلم السينمائي، الصورة السينمائية، الصورة الفوتوغرافية، الصورة بشكل عام هي رسالة إنسانية مهمة جدا. كل شيء ممكن أن نصوره، كل شيء قابل للتصوير، ولكن لماذا نختار؟ الاختيار هو الذي يرسل الرسائل، ومن ضمنها الرسائل الحضارية. حضارة العراق هي تتجسد في شخصيتي مثلا، تتجسد في شخصية الفرد لما يكون موجود. لذلك نقول هذا الشخص متمدن، هذا الشخص متحضر، هذا ما أشار له ابن خلدون، وهذا ما أشار له الدكتور علي الوردي اللي هو من أكثر الكتاب المهمين في العراق، الذي المتخصصين في علم النفس وعلم نفس الشخصية وعلم الاجتماع، في كتابه منطق ابن خلدون عندما تناول ابن خلدون وكيف يطرح ابن خلدون قضية الحضارة والبداوة، وهنالك طبعا الصراعات المستمرة فيما بينهم، الإنسان المتحضر المتمدن، تنعكس كل إرثه الحضاري والثقافي والفني في سلوكه، في شخصيته، في تعامله، في مجتمعه، وهي الرسائل التي كنا نرسلها دائما. السينما العراقية ما كانت زاخرة، وإلى اليوم هي التوجه بشكل عام في العراق ليس سينمائيا بقدر ما هو دراميا تلفزيونيا، لذلك الأفلام السينمائية كانت محدودة، وإضافة طبعا إلى أنها مرت بسلسلة من الضغوطات، دائما كانت تحت سطوة السلطة التي تقرر نوع الفيلم الذي ينتج، فلذلك ما كان المنتجين يستهويهم صناعة الفيلم السينمائي. لكن نرجع للنقطة الأساسية، وهي أن الحضارة الإنسانية كانت تنعكس دائما في محاضراتي عند الطلبة في معهد الفنون الجميلة وفي جامعة قطر كلية الآداب قسم الإعلام وفي كل الدورات اللي كنت أعطيها، أنه يجب أن تكون رسالتك من خلال الصورة إنسانية. وهكذا عدنا من حيث بدأنا الدكتور صائب غازي، وبالفعل المتابعون الكرام أيقنوا أن كلمة الإنسانية هي كلمة السر في أعمال حضرتك وفي تاريخك وفي السيرة الذاتية الخاصة بحضرتك. يعني كم كنت أتمنى أن يطول الوقت أكثر وأكثر حتى أتوقف عند كثير من محطاتك التي تمتلئ بها هذه السيرة الذاتية، والتي منها هذا الفيلم الروائي الهندي الكوميدي، ومنها كذلك كتابات في صحف، وكثير من أعمالك وبصماتك وإنجازاتك التي لم يتسع الوقت كي نتوقف عندها، على وعد إن شاء الله بلقاءات قادمة حتى نتحدث عن هذه الإنجازات والنقوش والبصمات. في نهاية هذا اللقاء لا أملك إلا أن أتوجه بكل الشكر للمنتج والمخرج العراقي المقيم في كندا الدكتور صائب غازي، الذي تواصلنا معه الليلة عبر خدمة الواتساب، والذي نتقدم له بالشكر مرات ومرات على أنه كان معنا الليلة على موجات صوت العرب. شكرا جزيلا لك دكتورة منال العارف، الحقيقة أنا كثير سعدت بهذا اللقاء، شكرا لك، شكرا لإذاعة صوت العرب، وشكرا لبرنامج نقوش على جدار الوطن. ألتقيكم على خير، وأتمنى التوفيق لكم، وتحياتي للقاهرة ولكل الجمهور العربي والمصري والعراقي في كل مكان. شكرا لك. الأسبوع القادم نقوش على جدار الوطن.
نقوش على جدار الوطن ودكتورة منال العارف.